حبايبي طلبة وطلبات صف الأول الإعدادي، رجعنا لكم مرة تانية مع إجابات ملحق المعاصر والاختبارات، والنهاردة معادنا مع الاختبار الخامس وده محافظة الشرقية إدارة شرق الزقازيق التعليمية. تعالى يلا نسمع السؤال الأول هو الليسنينج عشان نشوف هنختار إزاي. وأنا قلت دايما يا جماعة بقرأ الاختيارات عشان بعد كده لما أسمع أعرف أختار إزاي. بيقول لي at school في المدرسة I have science and English lessons every day. I do my homework before watching TV. My mother helps me study English at home. تعال نشوف. بيقول لي at school يعني في المدرسة I have science and A lessons every day. طبعا قلنا science and English lessons. اللي بعدها بيقول I do my homework watching TV. هو قال لي ان انا بعمل الواجب before watching TV يعني قبل مشاهدة التلفزيون. اللي بعدها بقول my helps me، طبعا احنا قلنا my mother يعني مامته هي اللي بتساعده. اللي بعدها I study English with my mother، طبعا بقول لي انا بدرس انجليزي طبعا طالما قال لي مع مامتي يبقى اكيد at home يعني في البيت. تعال نشوف يلا سؤال الديالوج. سارة is talking to منى. سارة says بتقول لي this is a photo of my cousin، دي صورة لابن عمي. فمنى بتقول لها what is his name، قالت لها اكيد what is his name لانها كده بتسأل عن الاسم. هتلاقي تعالى هتلاقي how is he، هتلاقي 14 يبقى بسأل عن العمر بكلمة how old. how old خلي بالكوا حبايبي، لو قال لي what قال لي مش هينفع اقول old، لو قال لي what هقول age. ليه؟ لان how بيجي وراها صفر انما what بيجي وراها اسم. طيب the next where does he، قال لي in زجازيق. طيب يبقى اكيد هتقول لها اين يعيش، يبقى where does he live يعني اين يعيش. هتلاقي in زجازيق. what's his favorite food، طعامه المفضل. He eating fish، اكيد هتقول لها he likes، اوعى تقول he favorite، يبقى he likes eating fish. he like your dad، طبعا هنا المفروض بتقول لها هو شكل بابا مش هو يحب بابا، خلاص لان في ناس هتقول he doesn't like your dad، مش معقول هتقول لها هي بتحبش باباكي، امال المفروض تقول لها هو شكل باباكي. واذا كانت like معناها يشبه فهجيب قبلها حاجه من الاثنين، يا اما اقول he is like or he looks like. He looks like يعني هو يشبه بابا. تعال نشوف يلا القطعة معانا. بيقول it's important to eat the right things but we shouldn't forget، يعني لا يجب أن ننسى about what we drink، ما نشربه. We should drink a lot of water، لازم نشرب مية كتير. Water is great، المية عظيمة. Because it، يبقى it دي حبايبي عايد على المية. Hasn't got any fats or sugar، so we should drink more water، لازم نشرب مية أكتر. Some drinks have a lot of sugar، يعني في بعض المشروبات فيها سكر كتير. We shouldn't drink them because they are bad for our bodies، لأنها سيئة على أجسامنا and our teeth، وكمان أسناننا. Milk is good for teeth، يعني بيقول لي إن اللبن ده جيد للأسنان. We should try to drink a glass of milk every day، لازم نحاول نشرب كوباية لبن كل يوم. Fizzy drinks يعني المشروبات الغازية are also bad for our teeth، سيئة جدا على الأسنان. Even when they don't have sugar، حتى لو ما فيهاش سكر. تعال نشوف السؤال الأولاني. بيقول لي give a suitable title for the passage، يعني اديني عنوان مناسب للقطعة. طبعا ممكن ادي عنوان مناسب للقطعة دي واقول healthy and unhealthy drinks، يعني المشروبات الصحية والغير صحية. طب السؤال التاني بيقول what does the underlined pronoun it refer to؟ قلنا يا حبايبي ان it دي عايدة على water يعني الميه. The next بيقول why do you think، لماذا تعتقد. we have to drink the right things، ليه لازم نشرب الاشياء المناسبه او الاشياء الصحيه. طبعا اكيد هقول to stay healthy طبعا عشان نبقى اصحى. to stay healthy عشان نبقى اصحى. اللي بعدها بيقول fizzy drinks are a for our bodies، طبعا قلنا المشروبات الغازيه دي سيئه هيبقى bad، ضرر طبعا بالجسم. اللي بعدها نمبر 5 milk is good for our، طبعا قلنا اللبن جيد للاسنان يبقى teeth. اللي بعدها بيقول لي the underlined word forget means، طبعا عايز هنا المعنى، طالما قال لي means يبقى عايز المعنى بتاع forget، المعنى بتاع ينسى. طبعا كلمه ينسى معناها unable to remember يعني غير قادر على التذكر. تاني كلمه forget معناها unable to remember يعني غير قادر على التذكر. تعال نشوف يلا الاختيارات بتاعتنا. بيقول لي از ان انترستنج سبجكت يعني ماده، طبعا هنا لما ادور على المواد مش هلاقي غير انجلش. اللي بعدها بيقول سام ستودنتس ان ايجيبت، بعض الطلبه في مصر اي تو سكول بايكس ار فانتاستيك، يبقى طالما قال لي الدراجات يبقى سايكل تو سكول. اللي بعدها بيقول ماي انت از فيري اي شي جيفز مي بريزنت، بتديني هدايا يبقى اكيد هي كايند طيبه. اللي بعدها بيقول ماي داد تشارجز هيز فون with a phone، طبعا كده charges معنى يشحن يبقى اكيد هيشحن بشاحن يبقى charger. the next is not a cooking verb، يعني مش فعل من افعال الطبيخ. لو بصينا على stir يقلب
ده من افعال الطبيخ. طب بويل برضه من افعال الطبيخ. طب اد يضيف، ده من افعال الطبيخ، ما فيش غير run يجري. The next, the which I always remember is fish and rice. طبعا fish and rice دي مالها؟ meal. What's meant by meal؟ يعني وجبة. The next, to A is to sleep for a time in a tent. انك تنام في وقت في خيمة، ده بسميه camp. كان معناها يخيم او يعسكر. The next, this is my pen. It's ده قلمي، عايز اقول ملكي. طب في هنا اسم وراها، يعني قال لي بعدها pen، هقول له لا طبعا. طيب مين اللي بيجيش وراه اسم؟ قال لي ضمير الملكية. طب فين ضمير الملكية؟ قال لي mine. تعال نشوف نمبر 9، بيقول له what subject are you a؟ قال له Arabic. طبعا عارفين ان good بتاعت حرف الجر ات، يعني جيد فيه. اللي بعدها بيقول لي there is a cheese in the fridge. طبعا حبايبي هبص على التشيز، اسم لا يعد، وطالما هو اسم لا يعد يبقى اذا ما ينفعش مني. طيب وألوت ما ينفعش عشان ما فيش اوف، بقى لي ان وصام وعندنا دي جمله مثبته، يبقى على طول هختار صام يعني بعض. The next بيقول we played games and علي rides his bikes. طبعا هنا بيقول احنا لعبنا العاب وعلي ركب الدراجه. طبعا طالما بربط باند يبقى الفعل الاولاني ماضي، الثاني لازم يكون ماضي، فاذا هقول rode. The next, are there some apples؟ طبعا يا حبايبي طالما ده سؤال فبجيب any، ما بجيبش some. اللي بعدها بيقول there is too many sugar. طبعا الشوجر اسم لا يعد، ياخد much ما ياخدش many. The next, نبيل and علي are twins. يعني twins؟ توأم. بيقول their sister، انا عايز اقول اختهم. their ده معناه هناك، انا عايز صفه ملكيه اللي اسمها their، يبقى T-H-E-I-R. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. لو ما فعلتش الجرس يلا فعل الجرس بسرعة، ولو ما كنتش اشتركت من الأول اشترك عشان يوصلك باقي الامتحانات إن شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.